تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية غرب أسوان المتضررة من أزمة السيول، وخلال جولته زار الرئيس عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، مستمعا لشرح مسؤول مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة، حيث قامت المؤسسة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية تنفيذا لتوجيهات الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة، كما تم البدء على الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها، وتم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالي القرى المتضررين إليها. كما التقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية متفقدا القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، مواجها بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري. وتفقد الرئيس كذلك قرية الشهامة بوادي الصعيدة بأسوان. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تمضي بثبات نحو تمكين المرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها من كل أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي. وأضافت السيدة انتصار في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن مصر تمضي قدما في طريقها للتأكيد على حق المرأة لتعيش في بيئة آمنة خالية من الانتهاكات وتفعيل دورها كشريك أساسي في بناء هذا الوطن. تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي سير العملية التعليمية بمدرسة وادي الملكات الابتدائية التابعة لإدارة إسناء التعليمية، وذلك خلال زيارته لمحافظة الأقصر. وبدأ الوزير زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ وضمان حسن سير العملية التعليمية. أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن المنطقة تواجه تحديات تتطلب التعاون لتجاوز التوترات عبر الحوار. وخلال استقبال الرئيس العراقي السفير الروسي لدى العراق، أكد الرئيس العراقي أن الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار، لافتا إلى أن استقرار العراق وأمنه جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة.